السلام عليكم متابعي قناة صوت على ساتيري. كما تشاهدوا معنا هذا المباشر هذا من وسط مدينة الدار البيضاء، بالضبط الشارع اللي تيكونوا فيه الكوات شاحنين. سيرة السيد هذا اللي مسكين جاي قطع الشاطي تضربوا شاحنة ديال نقل البضائع، دلوقتي مسكين تمايا ونقلوه للمستشفى. ثم تشاهدوا معنا مجال الوقاية المدنية باش يقوموا بالواجب ديالهم المهني، العناصر الأمنية والجهات المسؤولة هنايا قرب مارشي كريو. كيف تشاهدوا معنا هنايا ومتابعين قناة صوت على صوت تيفي، كيف تتابعوا معنا على هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء بالضبط بين مولاي رشيد وسيدي عثمان في سباته. المهم بعد في هذه المناطق هذو كيف تشوفوا الوصول ديال باش ينقلوه إلى أقرب مستشفى للعناية المركزة. كيف تتابعوا معنا متابعين قناة صوت على صوت تيفي على هذا المباشر. صراحة هذا السيد هذا اللي نشوفوا رجليه مسكين مشاش، تبقى لا حول ولا قوة الا بالله، داو ما داو ليه بالشفاء. كما تجيبوا معنا الشاحنة اللي ضرباته امامكم هي هذه. الى اللقاء مع مباشر جديد ان شاء الله، وتحياتي لكم.